فما مراقبة ومتابعة، والحقيقة مشكل من الأعوان تاع الوكالة. معنا هوني فرصة نشكر زملائنا في الحرس الوطني، خاصة الحرس البحري، اللي يراقبوا معنا معناها محتوى تراخيص وتجسيم على الميدان. وإذا كان فما مخالفات رانا نحروا محاضر مخالفات، وتقع المراقبة بتاعها والتنبيه على يعني المستغلين واللي الناس اللي أسندنا لهم رخص باش ما يتجاوزوش التراخيص بتاعهم، خاطر من حق المواطن يلقى فين يقعد جادة معناها وفي الملك العام بالطبيعة معناها. وفما المراقبة مستمرة معناها، وأنا معناها كنت في حصص سابقة وفي تدخلات سابقة، معناها اللي عنده ريكلاماسيون يفضل يقولنا عليها، وإلا يبعث لنا يكلمنا بالهاتف ولا عبر معناها صفحة التواصل الاجتماعي. والجديد معناها في الموضوع هذايا الحقيقة هو معناها قريبا، أنا حبيت ما نعلنش عليها اليوم كي جبت لي السؤال باش نقولها لك. الحقيقة هو قريبا معناها إن شاء الله الأسبوع القادم باش نضعوا خط أخضر على ذمة المواطنين، باش أي ريكلاماسيون ولا أي مشكلة يكلمونا بالوقت نبعثوا بريغات فوريا. وعليش ما حبيش تقولها انت؟ ما تقولهاش في الإذاعة الوطنية ومش تقولها سيمادي ما دام يوسف خاطر مازلت ما خديتوش النومرو على الأقل نقولوا فما النومرو الجمعة الجاية نعطيهم النومرو إن شاء الله. وهذا يعني الجمعة الجاية تكلمني فما النومرو غير احنا قلنا يعني حتى في برامجنا وسيمونير كان حذانا قلنا أنه راه الوكالة ولا الحرس ولا المواطنين اللي المصطفين اللي قاعدين في الشط ويتعرضوا معناتها القلق ولا تجاوزات، على الاقل عندهم شكون يتوجهوا معناتها. البلديه تقول هذه تابع البلديه، اللي يقولوا لا تابع الحرس، اللي يقولوا لا تابع الوكاله، فما رقم موحد على الاقل اللي يحس بتجاوز يعبر عليه عبر هذا الرقم، وان شاء الله يكون فما تجاوب.